السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زد. اليوم الحصة تاعنا وين شاهدنا يعني جزائريين وين سافروا إلى المغرب لتشجيع نادي الوداد البيضاوي في مباراته أمام الأهلي المصري في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا. يعني شاهدنا وين نشوفوا يعني كيفاش كانت الأجواء، يعني الناس اللي عرفتوا كيفاش ناس راحت تلقاو ترحيب كبير يعني والتشجيع، يعني وين شاهدنا الناس اللي عرفتوا كيفاش يعني نشوفوا واش تكلموا المناصرين يعني كبار صغار جزائريين يعني وين ذهبوا إلى المغرب من أجل المناصرة، يعني أجل الرياضة. الناس تتكلم في رياضة، سبحان الله، الناس يتكلم في الرياضة. هذه هي أخويا، نشوفوا واش هدروا. مدام لدينا كاس كونفدرالية إفريقية، إن شاء الله جينا باش نساندوا الوداد. السلام عليكم، أنا آدم، جيت من الجزائر مع بابا باش نساندوا نادي فريق الوداد البيضاوي، وإن شاء الله نتمنوا له الفوز ونفرحوا معاه داخل وخارج الملعب إن شاء الله. احنا جينا من الجزائر، ربي ما كتبش، قدر الله ما شاء. الوداد البيضاوي، الوداد البيضاوي يلعب كرة نظيفة وحديثة جدا، وفريق اللي ماهوش مقلق، هادئ. قدر الله ما شاء. هذه هي يعود دائما في النتيجة. هذه هي مبروك على الوداد الأمة مسبقا. هكذا هي وين شاهدنا كيفاش مناصرين يعني خاصة وين نقولوا صورتو تاع الياسمة، الياسمة اللي عندهم نقولوا باللي عندهم علاقة كبيرة بين الجماهير تاع الوداد الأمة والاتحاد العاصمة، يعني وين دائما شاهدنا وين يناصروا بعضهم بعض يعني بكل قوة. وين حنا واحد من الناس كنا نقارعوا يعني التتويج الوداد، لكن للأسف وين شاهدنا المباراة يعني ما يستاهلوهاش الجماهير اللي كانوا في الملعب. والله الجماهير اللي كانوا في الملعب، تغيرك الجماهير اللي كانت في الملعب، هذا مكان يعني تغير ذاك الجماهير اللي كانت في الملعب، يعني كانت على الأقل تستاهل فرحة. هذه هي يعني تستاهل. المهم المغرب دائما موجودة، يعني نقولوا بلي المغرب موجود، هذه هي المغرب موجود. الوداد 3، الرجاء 3، النادي كانو الكاميروني 3، كنت يعني أشانتي الغاني 2، شبيبة القبائل 2، إنا نيجيريا 2، وفاق ستيف 2، فيتو كليب الكونغولي 1، يعني نادي غاني يعني هارتيس أوكا 1، النجم الساحلي 1، إسماعيلية 1، 69 أول نادي مصري اللي جاب هذا اللقب. هذه هي وين الأندية اللي جابت أول ألقاب تاعها، الناس اللي جابت ألقاب. الأهلي الناس كانت شبعانة ألقاب الأهلي، باش جاب لقب واحد الأهلي من 87 حتى 2000، باش جاب الثالثة من 87 يعني حتى 2000، باش جاب الثالثة. الأهلي تما جابها مع أبو تريكة، وجابها ذاك الجيل كانوا يلعبوا منتخب مصري أول اللي تحصل على 3 ألقاب، باش جابوا ألقاب في الاتحاد مع الأهلي. هذه هي وين توج نادي الأهلي المصري باللقب الدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم على حساب مضيفه الوداد الرياضي المغربي بتعادله معه هدف لهدف في ذهاب نهائي جمعه مساء اليوم الأحد بدار البيضاء.
ووضع المدافع المغربي يحيى عطا الله أصحاب الأرض في المقدمة بهدف سجله في الدقيقة 27 من الشوط الأول، ورد المدافع المصري محمد عبد المنعم هدف التعادل الذهبي لفريقه في الوقت القاتل بحلول الدقيقة 78 من عمر المباراة التي جرت على الملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء. كان باقي 10 دقائق وتفوق النادي الأهلي، يعني وين أختو كيفاش وين المباراة الأهداف اللي تسجلت تاع الأهلي في 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 مصر، هذوك الأهداف اللي شوية خلات ما الأهلي ما الأهلي نورمالمون كاع ما يفوتش، نورمالمون يفوت السودان، نادي تاع السودان هو اللي يفوت، اللي حقروه المصاروة حقروه. هذه هي وين عزز الأهلي تربعه على عرش الدور أبطال إفريقيا لكرة القدم بحصوله على اللقب 11 في تاريخه، مبتعد بست ألقاب عن النادي المصري الآخر الزمالك وفريق موزامبي الكونغولي الذين يتقاسمان المركزين الثاني والثالث فيما بينهما برصيد 5 ألقاب لكل منهما، بينما اخفق الوداد الرياضي في الدفاع عن لقبه الذي توج به في النسخة الماضية على حساب الأهلي بذات، يعني ليتوقف رصيده عن 3 ألقاب. يعني ما كناش نقارعوا، كنا نقارعوا الأهلي يفوز، ما كنتش نقارع الأهلي يفوز. هذه هي مورال يطيح. المورال يطيح خويا. معليش هذه هي كرة قدم، هذه هي كرة قدم نورمال عادي. تشوف النادي غادي ما يحبس، غادي يضرب الوداد، الوداد ما يحبسش عند هذه المباراة، يا حسرة غاديش يحبس عند هذه المباراة. هذه هي هذه الأهلي وين سوف يشارك في كأس العالم للأندية بالسعودية، وين هاتو مصاروا كيفاش يبداو التعليقات تاعهم، تعليقات كأنهما هما المسلمين وهما العرب، مكانش واحد اللي قدامهم. كي تشوف تعليقات تاع المصاروا تحسب بلي هما المسلمين هما العرب وهما كلش. هذه هي بصح كان درس، كان درس يعني الأهلي المصري الأنصار تاع مصر، يعني الغير رياضية، أنصار غير رياضية، يعني ما شأنهم نقولوا بلي الأنصار المصرية غير رياضية، شأنهم كيفاش يعني بعد المباراة بعد انتهاء المباراة بهدفين لهدف كأن وقوع الدنيا على رسالهم، يقايسوا في الناس يتباكوا أراهم وراهم بركونا من البكا، بركونا من البكا. ساندوز خسر في بلادو ما بكاش، إليمينا في بلادو ما بكاش، ساندوز بركونا من البكا تاعكم الله يرحم الشوابين. هذه هي المهم. شكرا للأنصار الجزائريين الذين تنقلوا من أجل مشاهدة المباراة، شاهدنا وفانيك نشكروا خوتنا المغاربة بالترحيب تاع المناصرين الجزائريين اللي تنقلوا بكثرة، يعني هذو يبانوا تتنقلوا بكثرة كاين جزائريين بزاف تنقلوا يعني لمشاهدة مباراة نهائي. كاين اللي يبغي كرة قدم، هذه رياضة، هذا ما هذا كي هذا درو كي تشوف انت هذا جزائري راح يتفرج، هذا كي تشوف هذا اللي فوتنا فيديو درنا له فيديو، هذا كي تشوفه ماهوش هذا فريق خائن، ماهوش خائن، هذا يبغي كرة قدم رياضة، يتبع رياضة. شو كيفاش هذه كرة قدم خويا. كنا نتمناو الفوز
قدر كما يقول قدر الله. معليش انا نقول خوتنا مغاربه، راه عندكم بطوله، عندكم انديه قويه، وعندكم منتخب عالمي. هذا حال كره القدم على العموم، يعني وين نقولوا بلي وفقكم الله يعني في المباريات اللي جايين ان شاء الله، ونشوفوا افراح يعني عرفتوا كيفاش، وين الافراح كيفاش كانت يعني المباراه اللي كانت، كان نقولوا بلي مباراه كانت قويه، مباراه كانت في القمه، كان عرس رياضي بمعنى الكلمه، كان عرس رياضي بمعنى الكلمه. هذه هي كره القدم. نقولوا بلي هانئا لي حنا، نقولوا بلي هانئا هانئا اللي فاز، وكما يقول لك الوداد ما غاديش يحبس، ولا الرجاء ما غاديش يحبس في هذا، ما يحبس ما يحس ما يحبسوش في هذا الموقع هذا، لا يزيدوا يخدموا. الوداد عنده 11 وتزيد تدي 12 وتزيد الاهلي، الوداد عنده 11، انت اللي راك تضحك، قلت لك الوداد، الاهلي عنده 11، انت راك تضحك على الوداد. الوداد لعب النهائي، لعب لعب اللي فات نهائي سنة نهائي، حسبوا شحال عندكم، حسبوا شحال عندكم مع الاهلي، حسبوا شحال نتوما هنا راكم تضحكوا، انت وانا الاندية الجزائرية حسبوا مع الزمالك، حسبوا مع الزمالك، حسبوا مع الزمالك، حسبوا انا نقول لكم تحسبوا مع الزمالك نهضروا، هذه هي اخويا تحسبوا مع الزمالك نهضروا معاكم، حسبوا مع الزمالك برك، ما تروحوش الاهلي، الاهلي بعيد عليا. ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا، وان شاء الله دائما معكم بجديد، واللي مشي ابوني معنا، وربي يحفظكم وصحيتو خاوتي.